أيكم مرحبا بكم أيها الأخوة المشاهدون، ولا زلنا نتابع هذه التغطية حول آخر المستجدات لعملية بركان الغضب، هذه العملية التي أعلنت ضد الهجوم الغادر الذي قامت به قوات الأسير المهزوم مجرم الحرب حفتر، ونستعرض فيها آخر هذه المستجدات الميدانية وردود الأفعال الدولية والمحلية. معي في هذه الساعة من التغطية الأستاذ محمد النعاس خبير الاستراتيجي والعسكري معي هنا في الاستوديو، فباسمكم جميعا نرحب بأستاذ محمد. أهلا بك يا أستاذ محمد. في بداية لعل أستعرض ما أبرز ما ذكره الناطق باسم عملية بركان الغضب العقيد جنونو، يقول سيطرت قواتنا السيطرة التامة على معسكر اللواء الرابع بالعزيزية، وحققت أيضا قوات الجيش الليبي والقوات المساندة في كافة المحاور تقدما، وأيضا يقول بأنه ضبطنا جنود جنوب غريان حاولوا إيصال إمداد لقوات حفتر، ولعله يشير إلى حوالي 8 شاحنات من الإمداد تم القبض عليها ومصادرتها جميعا كانت في طريقها إلى عصابات حفتر، وأخبار كثيرة الحقيقة لا نستطيع أن استعرضها جميعا. في بداية أستاذ محمد، لو تضعنا في حوصلة حول الموقف في جبهات القتال. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نكرر دعاءنا الصادق لأبنائنا المقاتلين في ساحات الوغاء بأن يثبتهم الله سبحانه وتعالى وأن يؤيدهم بنصره المؤزر قريبا إن شاء الله، وكذلك نترحم على شهدائنا الأبرار الذين سقطوا وبذلوا أرواحهم دفاعا عنا ونحن المستريحون في بيوتنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء. أما بالنسبة للموقف العام في الجبهة من خلال دراسة التطورات فهو موقف إيجابي إلى حد كبير جدا جدا. جميع المحاور التي عرفناها الآن كلها تم السيطرة عليها من المقاتلين التابعين لقواتنا المناضلة، فلم يعد لدى العدو تواجد كثيف داخل المنطقة العمرانية. هو الآن نقطة التمركز متاعها موجودة في غريان، وبين غريان والعزيزية، العزيزية هي أول العمران، وهم في تناتشة آخر شيء على اليسار يبدأ منطقة العمرانية والزراعية، ما قبلها يعتبر هذا سهل الجفارة وهو الذي يفصل بيننا وبين غريان. لو تلقي نظرة على موقع العزيزية بعدها 40 كيلومتر على طرابلس، يبقى عندك حوالي 48 كيلومتر، 40 كيلومتر على قدم الجبل أو أقل، أقل من ذلك ممكن 40 كيلومتر، ثم عندك 10 كيلومتر لكي لتصل إلى داخل غريان. فالآن الجبهة التي تفصل بين قواتنا والعدو جبهة قليلة جدا جدا، تستطيع قواتنا اكتساحها ممكن في ساعة أو ساعة ونصف، وتتعامل مع الجبل وتقتحم بإذن الله تعالى. فالآن قواتنا الميزة بتاعها الآن أن وراءها محمية بالمزارع والمساكن والقوة البشرية اللي خلفها، لكن العدو متمركز في الجبل فقط، موقفه ضعيف، قوات خطوط الإمداد بتاعها كلها مهددة، مهددة إلى حد كبير جدا. السلاح الجو البطل بتاعنا استهدف القوافل تحمل الذخيرة وتحمل الوقود، يدل على أنه هو، والآن جتني الأخبار حتى من جهود عيان هناك أن الوقود شبه انتهى من غيرها حتى المواطنين. وذكر الناطق باسم الجيش الليبي أن سلاح الجو قام بين الأمس واليوم ب 21 طلعة جوية. نعم صحيح هذا الكلام. وأخطر ضربة وجهت له في معسكر بورشادة اليوم. وشاهد عيان في غريان أبلغني بأن قتلى حوالي 20 أو يزيد، وهذا المعسكر يترأسه شخص اسمها بيشي، لقب بيشي العقيد. بيشي هذا من رجال حفتر. وهذا ما هو يسمى بمعسكر الدبابات. وإلى غاية المغرب الأدخنة ما تزال بارزة منه، ما يدل على أن الضربة كانت ماكنة يعني في الصميم. هذه تفشل المعنويات المشاهدة في غريان. كذلك شح الوقود خصوصا وقود الديزل، لأن الثقيلة كلها تشتغل بالديزل وليس بالبنزين، فهو يعاني معاناة شديدة جدا.
ولا يملك طائرات تدخل سريع ولا طائرات هليكوبتر تنقل بدو ولو حتى قليل من الوقود، لا يملك ذلك. فهو الآن محاصر بالطبوغرافيا اللي هي تضاريس طبيعية، ومحاصر بقطع خطوط الإمداد من قواتنا الجوية. إذن الموقف متاع قواتنا اليوم وما قامت به من أعمال يدل على أنها في وضع سيء، في وضع جيد جدا جدا بإذن الله تعالى. طيب انضم إلي أستاذ جمال زوبية المحلل السياسي، مرحبا بك أستاذ جمال. مساء الخير لضيوف الكرام، ومساء الخير لكل أهلنا الليبيين الفرحين بهذه الانتصارات الرائعة اللي نفذها شبابنا في قوة بركان الغرب. نعم، أهلا وسهلا بك أستاذ جمال، كيف تتابع هذه الأخبار من تقدم قوات الجيش الليبي والقوات المساندة لها؟ والله الحقيقة احنا نثني على ايديهم، نشد على ايديهم دائما شباب في الميدان، دائما هم السباقين اللي يقوموا بأكثر مما هو مطلوب منهم، بينما نجد العجز في الجانب السياسي، في الجانب الإعلامي، في الجانب الإداري، معناته في التغذية. نعم، ينبغي، شفنا أمس الميدان ما شاء الله، أهلنا في طرابلس والمناطق المحيطة كانوا أهلنا في مصراته، وكثير من المدن كان موقفهم رائع جدا، وبالتالي كانت الأمنية أن الكل في مستوى الحدث والكل في مستوى هذه التضحيات الرائعة، الشباب صغار يقدموا في أرواحهم على طبق من فضة للوطن، وهم سعداء بهذا. شباب ممكن في اللي هل هدمها مثلا الشباب اللي ارفقوا الى بارئهم ان شاء الله في جنات العليين ان شاء الله مع الرسول الكريم ومع اصحابه. نعم، كنا نتوقع ان الاخرين يكونوا في مستوى الحدث. يعني شفنا مع الاسف العجز في مع احترام التآمر، حتى التآمر ممكن نقول في 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 قطاع الخارجيه، سواء من الوزير او المساعدين بتاعه وغيرهم. ايضا اداره الاعلام الخارجي الان تابعه للسياده، موقفها مخجل جدا، يعني عشرات الصحفيين ينتظروا تغطوا معي بحكم علاقتنا السابقه بهم، ولكن ما لحياه لمن تنادي. يعني احنا نشوفه في النقيض الاخر، الانتصارات اللي حقق فيهن على الفيسبوك ومسماري وفي بيانات الصحفيه وفي ما يتكلم به، الكلام اللي يقول فيه تردد فيه الصحافه الغربيه لانهم يتوقع ان هذا هو الكلام الحقيقي. احنا نتمنى في الحكومه الرئاسي الان بحكم يعني الان لا مجال ان احنا نتخاصموا معاه باعتبار او نذكر الماضي، لابد ان احنا ندوس على مقابل الوطن، نتنازع على كل حقوقنا، المهم يؤدوا دورهم بنجاح. يعني نتمنى زلنا منشور. أستاذ جمال الآن وأنت تتحدث وأنت في خلال حديثك نعرض صور للمدرسة مدرسة القدس في عين زارة التي تم قصفها من قبل أسير تشاد. نعم بالضبط، هذه لو كانوا عندنا احنا مثلا صحفيين أجانب موجودين، واحنا مش هيكلفونا شيء، يعني شوية إجراءات إدارية. نعم، اجراءات فقط ان احنا نعطيهم الاذن ونوفر لهم تاجيرات في المطار. وشبابنا يراسقوهم ويطلعوا الحقائق. هذه الجريمه نتاع استغلال الشباب اللي عمره 17 سنه واقل من 18 سنه اللي اشتغل محفر هذيما، كان بدل من يطلع المسماري ويقعد يكذب فيهم، هذه المفروض احنا نستغلها استغلال كبير جدا، لان هذه جريمه حرب ينبغي نحن نستثمرها بوجود صحفيين اجانب، زين نجيبهم لهؤلاء الشباب يجروا معهم لقاءات ويتاكدوا من صدق ما نقول بان هؤلاء مجندين تبع مجرم الحرب اكثر. ايضا القصف اللي يقوموا به سواء مثلا لمطار معتيكا، مطار مدني، الى جانب المدرسه اللي ضربوها، كثير من العائلات اللي يقصفوا فيهم بالهاوز ويقصفوا فيهم بالصواريخ، مجرمين الحرب لما يضغطوا عليهم قوه بركان الغضب، هؤلاء اذا كانوا حتى احنا صحفيين نرفعهم، العالم لابد يتعامل بهذه الطريقه. احنا نشوفه في الموقف المخزي اللي عمله ماكرون في الاتحاد الاوروبي وفي مجلس الامن، ايضا الموقف الروسي. احنا لو كان عندنا صحفيين لابد نعمل ضغط اعلامي قوي جدا عليهم، مؤتمرات صحفيه فعلا في المستوى، وترجمه الى اكثر من لغه حتى نوصل صوتنا وحقيقة ما يجري عندنا. يعني احنا زمان كنا نديروا فيها اثناء البنيان المرصوص واثناء فجر ليبيا بدون اي امكانيات، يعني وكانت مع ناس السفارات نفس الوضع الان، يعني كلهم رفضوا انهم يتعاملوا معنا كاداره اعلام خارجي في حكومه الانقاذ،
ومع هذا جعلنا الصحفيين ياتوا بالعشرات الى بلادنا وينقذوا الحقيقه ويديروا مقابلات مع الناس. يتمنى ان وزير الداخليه لا يجد هذه الفعله زي مثلا سلطه الجوازات. نعم. طيب لعلي اعود الى الاستاذ محمد النعاس هنا في الاستوديو. استاذ محمد، راينا ايضا الحقيقه فيديوهات يتم تصويرها من خلال الجبهات واثناء ازيز الرصاص واندلاع الحرب، المعنويات مرتفعه، بل وجدناهم حتى يعني ينشدون ويرقصون في كانهم داخلين الى عرس، يعني هذه بالنسبه للقوات المسلحه والقوات المسانده لها. والله هي يعني كيف هو الموقف المعنوي؟ هذا ليس بجديد على على شبابنا المجاهد الحقيقه، رايناهم حتى في فجر ليبيا في نفس الطريق، نفس الموضوع هذا. يعني الشجاعه التي يتمتعون بها منقطعه النظير. انا من المنظور العسكري عندما كنا ندرب الجنود زمان، اول ما نعلمهم تحوطات الامان. نجعلهم يخافون من سلاحهم وان سلاح ناري وان لابد ان يكون متمركز وراء ساتر وانه يرمي في وضع البروك ووضع الانبطاح والى اخره. نقعد شهور ونعلمه فيه تحوطات الامل، لان هذه حرب ناريه. هؤلاء الشباب متطوعون وتعلموا السلاح بالفطره واصبحوا يعني يتطعموا بالقتال ولا يعرفون شيء اسمه الخوف. وانا شهدت هذا بعيني، وكان منهم حتى ابني الصغير يعني نسل فيه يعني نستغرب من الشجاعة المقطعة النظير، لأن يعني بالمفاهيم العسكرية غلط، لكن في الحقيقة الشجاعة بتاعهم تجاوزت المفاهيم العسكرية التقليدية وأبلوا بلاء حسنا، والله سبحانه وتعالى إن شاء الله يكتب عليهم على أيديهم النصر. أنا أعتز بهم كثيرا. هذا حقيقة. طيب هذا بالنسبة للموقف المعنوي العام في هذه المحاور. الآن ربما الآن بعد عدة أيام بدأت المحاور والجبهات منتظمة وأصبح الاتصال يعني مباشر بين هذه المحاور، وشاهدنا النتائج كيف هذا التقدم الكبير في جميع المحاور. صحيح. طبعا هذه نقطة أستاذ عبد الله مهمة جدا، ونحب أن الرأي العام الذي هو قلق الآن لماذا يتساءلون لليوم. واحد يكلم فيه قال لي ليش القوات متاعنا ما تهجمش على غيرها؟ لأنهم يعرفوش طبيعة الانتشار. الآن تقريبا استكملت أغلب أعمال الانتشار في الجبهة قواتنا احنا، وهناك الربط اللاسلكي وهناك ربط أقوى النيران، ولابد كل محور ما يتدخلش مع المحور الثاني، لأن هذه نيران أي انحراف فيها ينقلب على القوة الصديقة. فالآن الحقيقة هم بحكم قواتنا بحكم تمرسها بالقتال سنوات الآن، فالآن يعني ينظمون أنفسهم وربما استكملوا ربط الاتصال فيما بينهم، بحيث لما يهجم أي محور ما يتدخلش مع الثاني، ويكون في قيادة موحدة في غرفة العمليات توجههم. هذا هو السر في التأخير، وهو ليس تأخير في الحقيقة، هو تنظيم وتشكيل وانتشار، وهذا معروف في العلم العسكري. ما يقوم به قواتنا الآن صحيح، وهم في الاتجاه الصحيح، ونسأل الله سبحانه وتعالى ينصرهم. نعم. أستاذ جمال زوبية، ربما أيضا تعليقا على تصريح المتحدث باسم حكومة الوفاق، يؤكد أن هناك أيضا تجهيزات من قبل الحكومة في حصر الشهداء وأيضا الجرحى، واستعدادات وزارة الصحة أيضا لديها بيانات دقيقة في هذا المجال، وأيضا تقديم الخدمات للنازحين. مثل هذه الاستعدادات كيف ترى تنظيمها؟ مع الاسف تعتبر متاخره، يعني كان الدول عاده دائما عندها اقسام للطوارئ تخدم على مدار السنه، يعني لسنوات دائما يكونوا مستعدين. احنا نفرح تو لما الحرب السعوديه اليوم تعتبر تقريبا 10 يوم، والتجانس اللي تمكنوا ان هم الشباب يعملوه خاصه قوات الثوار فيما بينهم، هذا عمل رائع جدا، ان هم اتوا من مناطق مختلفه وبعضهم حتى كانوا ممكن في شوي كان صدام وشوي خلاف بيناتهم، ولما تمكنوا ان هم يقضوا على كل الخلافات واثبتوا روحهم الوطنيه العاليه في ان هم يتناسوا على كل مشاكلهم في سبيل الوطن، هذا امر رائع جدا. اتمنى ان الوزارات لانها محتاجه الحقيقه، لابد من اعاده تشكيل الوزارات، الواجهه السياسيه، الواجهه الخدميه، الوزارات نائمه مع الاسف، الشؤون الاجتماعيه ولا حركه،
هذه البلديات الحكم المحلي وغيرها ووزارة الصحة ميتة، الشغل كله منصب على 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 أشخاص فقط. وهذا هذا هذا ينبغي أن الدولة تقام على مؤسسات لا تقام على أشخاص. يعني شخص ممكن يدير لك عمل معين وبعدين ربما حتى يتوفى ممكن يصير فيها أي أمر أو غيره، ممكن ظروفها تمنع أن هو يكون معك موجود. بالتالي ينبغي نحن ندعم هذه المؤسسات، مؤسسات الطوارئ، مؤسسات الخدمات الإنسانية، ينبغي تكون متواجدة باستمرار. المفروض يكون في تفريق كامل بين الهلال الأحمر وبين وزارة الصحة. يعني دائما سيارة الإسعاف ينبغي تكون متواجدة باستمرار، لابد يكون المسعفين يكون في حتى ممرضين، يعني سواء كان بتطوع أو بمكافأة. ينبغي يكون على مدار الساعة المستشفيات بتاعنا، العيادات بتاعنا ينبغي تكون على احدث سياسة. الان الاموال بعد تم توفيرها، ينبغي ان الناس الموجودين المسؤولين يتواصلوا مباشره مع العالم. الان اي شيء تقدر توفره بالمال، يعني حتى من اصعب شيء ربما هو السلاح، والسلاح ما هذا ممكن خلال 24 ساعه تستورد حتى بمليار دينار. وبالتالي نتمنى ان التجهيزات تكون تبقي بشكل افضل. بعض الناس فعلا لا زالوا يعانوا، كثير منهم. طيب لكن يا استاذ جمال، ربما مثل هذا الان عندما يخرج متحدث باسم الحكومه ومهند بن يونس ويصرح قضيه بالذات يعني الاستعدادات في لاستقبال او توفير العلاج للجرحى، وايضا قضيه النازحين للتخفيف عن معاناتهم، مثل هذه الاستعدادات وهذه ربما تطمئن الجميع. يا اخي العزيز، احنا تو نعرف ان مهند تم تكليفه امس. مع الاسف هذه احيانا الوظائف مهم جدا انك تختار لها ناس تعمل لها دورات. المتحدث الرسمي حتى ماهوش، احنا ممكن نختاروا اي شخص نعطوا فيها، نقول هيك هبه لواحد من الاستيطان نديروا بها، يعني نكرموه بها الوظيفه هذه. بالعكس الوظيفه هذه مهمه جدا. يعني السلاك اللي كان موجود في يوم وليله اختفى، والله بحكم انه هو مثلا متآمر كان ضدك، وهو موجود في الواجهه الاعلاميه والواجهه السياسيه، يعتبر هو بينقل راي المجلس الرئاسي الى المواطن. صراحة عميل الخارجيه حدث ولا حرج، في الاعلام ميت. وبالتالي مهم جدا نحن هذه المصائب اللي حدثت هذه المفروض تعطينا درس مهم جدا. نحن نختاروا ناس فعلا يمتازوا بالروح الوطنيه العاليه. هذا مهند كان وزير ويصبح هو متحدث رسمي، هذا مش عيب هو، ولكن ينبغي كان استعداد لهذه الوظيفه. طيب يا استاذ جمال، ربما في مثل هذه الازمات وهذه الظروف ربما يتم تجاوز عن كثير من الإجراءات، ولكن الغرض هو النتيجة. نحن الآن دعنا نتحدث عن مضمون الخطاب، وهو في المجرد ناقل في الأخير ويعبر عن هذه الإجراءات التي قامت بها حكومة الوفاق استعدادا لهذه لتخفيف عن معاناة أهلنا في هذه الأزمة. دعني أعود إلى أستاذ محمد النعاس. أستاذ محمد، أيضا ربما نحتاج إلى اطلاع على آخر تطورات في البعد الدولي، مواقف الاتحاد الأوروبي الأمريكي الروسي. البعد الدولي طبعا كان حفتر يعتمد عليه اعتمادا كليا، لأن هو أداة قتل من أجل الغير، يعني كما وصفه الدكتور مصطفى مرزوقي الحقيقة بارك الله فيه وصفا دقيقا، قال هو أجير لأجراء. الوزراء الان امارات الشر ومصر والسعوديه ربما. حقيقه وكان مصيب جدا في الوصف، وانا كررتها اكثر مره الكلام هذا لكي ننبه لهذا. الاجراء هذو مايا طبعا مش بروحهم يخدموا، معروف من تتبع مصر والامارات السعوديه معروف من اسيادهم فوق، هم اجراء لاسياد حتى هم. عمل معهم فتره وايدوه بالسلاح وبالمال، وخصوصا مصر، يعني مصر هذه الدوله التي قسم الله لنا بالفعل. صحيح الإمارات يعني دخلت في الميدان وكذا، لكن العدو الأساسي دولة مجاورة لها أطماع في المنطقة الشرقية وربما لا حتى قدمت له، أسست له كلية عسكرية، دربت له الناس، وفرت له المعلومات الاستخباراتية، وفرت
هو الإدارة اليومية للقتال، هذا طبعا الجيش المصري له عنده إمكانيات وخبراء غير عاديين. بالنسبة للبعد الدولي لحفتر الآن، كان تؤيده فرنسا علنا وتؤيده بريطانيا من وراء الستار، والأمريكان يسكتون عليه وفي نفس الوقت يدعون أنهم مع حكومة الوفاق. لكن الآن حتى البعد هذا أصبح يتخلخل. أنا أعطيك مثال، مثلا أنا طلعت على بعض الصحف اليوم الغربية، قال لك وفي تقرير وارد قال لك استقبل حفتر قبل القيام بالهجوم استقبل 13 دولة أوروبية بالإضافة للاتحاد الأوروبي الذين طالبوه بعدم الهجوم، وفي اليوم التالي هو 27 مارس استقبل في الرياض حيث التقى مع الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان إلى جانب وزير الداخلية ومدير الاستخبارات السعودي. ووعدوه بعدين قالوا نحن دعمناه بمال كثير وفروله هذه. وقالت الصحف أيضا جون بولتون مستشار الأمن المعروف الشخص مستشار الأمن القومي الأمريكي اتصل شخصيا بحفتر وقال له لا تهاجم طرابلس، ولكن قالوا هو وهو يكلم فيه أصدر أمره بالهجوم. فالرجل تمرد حتى عليه سيادة، ما عرفتش كيف يعني، ممكن السعوديين ملولها دماغه قالوا الأمريكان لو في يدنا مخصص أضرب ونحن نأيدوك، أو الموضوع هذا ما زال يحتاج إلى تأسيس. فهو الآن البعد الدولي الذي كان يحتمي وراءه ويؤيده البعد الدولي الذي التف حول قرار المحكمة العليا الذي أبطلت المادة 11 من تعديل الإعلان الدستوري. البعد الدولي الآن أصبح في موقف حرج، هو أحرجهم كثيرا. مثلا صحيفة الجارديان قالت حلفاء بريطانيا في الخليج متهمون بدعم حفتر، وصحيفة التايمز قالت حفتر أهان الأمم المتحدة وأغضب حلفائه الخارجيين، وصحيفة موند أفريك الرياض وأبوظبي تدعمان هجوم حفتر بطرابلس، وصحيفة أوبزيرفر الرياض بعثت برسالة لحفتر للهجوم على طرابلس. فهو لكن الداعمون الكبار الآن أوقعهم في مشكلة، كانوا يعتقدون أن هو الرجل الشريك المناسب لهم في عملية السلام وفي عملية الحكم وفي قيادة المنظومة العسكرية. ولذلك شاهدنا وزير اسمه السفير البريطاني السنة الماضية في أعتقد شهر فبراير ومارس قال بالعربي الفصيح قال نريد أن يكون الجنرال حفتر على رأس المؤسسة العسكرية. لو حضرتك ترجع للأرشيف تلقى كلام هذا يعني، فهمتوا؟ فهنا لكن أوقعهم في مشكلة. إذن هو فقد البعد والدعم الدولي متاعه. قالوا عليه أن حفتر مشارك في السلام وفي السلطة وفي القيادة العسكرية، هم صمموا له الدول هذه حتى في باليرمو في كل مكان في باريس، لكنه الآن قال لم يعد صالحا كشريك لهم. فمن هو البديل؟ السؤال قالك هذا سؤال يحتاج إلى إجابة. هل الآن يبحثون عن بديل؟ ما هو لماذا تلكوا لحد الآن بإصدار الأمر بالانسحاب مثلا؟ والصحافة الغربية عادة أنها تعبر أيضا عن أجنحة داخل الحكومات، ليست طبيعي. مجرد صحافة. فهو وقع في الطيش، هو طايش طايش، فأوقع حتى حلفائه اللي يعتمد عليهم الآن في مشكلة. وهذا بالمناسبة ذكرت أحد الصحف أن حفتر وقع في خطأين. الخطأ الأول وهو سوء تقدير لحلفائه، موقف حلفائه بحيث أنه يظن أن دعمهم مطلق أين كان، وأيضا الأمر الآخر تقدير حجم قواته فأساء تقدير، وهذا لعل هو الذي أصابه في المقتل وتفاجأ بقوة القوات المسلحة والقوات المساندة للدفاع عن العاصمة. دعني أعود إلى أستاذ جمال زوبية. أستاذ جمال، ربما أيضا نحتاج إلى وقفة في تصريح الحكومة، وهي أيضا الحديث يقول أن الحديث عن أي حلول سياسية على نفس القواعد السابقة أمر قد عفى عليه الزمن. هل نحن الآن دخلنا في مرحلة جديدة لا يمكن العودة إلى المربع الأول مع كما كان في السابق من موقف حفتر وأنه شريك وأنه يمكن التحاور معه إلى آخره؟ ولا ننسى أيضا تصريح فتحي باشاغة في هذا المجال. أخي العزيز، ما خلنا لابد أن نعرف هذا. أولا ممكن شوية تعقيب على كلام الأخي محمد. العالم لا يعترف إلا بالقوي. يعني حكاية الشرعية وخاصة بذات العالم الثالث ما تبغاش كثير، يحتاج دائما إلى شخص قوي يحتم.
هم كانوا غضوا الطرف على 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 أسير الدوم في البداية، لأن هو أعطاهم ضمانات بأنه خلال 48 ساعة سيحسم كل شيء، لأن هو نتيجة تجهيز الخلايا بتاعه في الداخل دفع أموال كثيرة، محاول شراء كثير من كتائب، حتى من كتائب الثوار في مدن مختلفة، وتوقع أنه هو كل شيء مصمم من أجله. يعني كنا مع الأسف احنا كانوا الشباب زمان يتكلموا على الإشكاليات لما مسكوا لما أخذوا بوابات في جرابولي، كانوا يتوقعوا أن هذه العملية تخدم الثوار، هم في ذلك الوقت كانوا يستقبلوا في أسلحة من خلال الميناء بتاع جرابولي، وكانوا يرفعوا فيه مع الأسف لمدينة هنا في مخازنهم هناك. احنا في هذه الأمور ينبغي أن احنا نقوي المخابرات، نقوي الأجهزة الاستخباراتية، نقوي الشباب ونعطيهم إمكانيات ودعم. يعني طبعا من جيل تكلم على كثير من الثوار في الجبهات يستعملوا في الشبكات المدار والبيانة في التنسيق ما بيناتهم، ما عندهمش حتى وسائل اتصال. قالوا طبعا لما نجيل نشوف البرنامج الغربي يروا طبعا هم يهمهم لما يتعامل مع شخص قوي بإمكانه أن يحتم، لما يطلبوا منا يعني احنا سوى مثلا في معلسة في المنطقة الغربية ما عندناش شخصية قوية على الأقل للصفحة الآن يقدر يقول الكلام وينفذه. أنا حتى لما يقول أنا أعطيك القاعدة ممكن يقدروا ثاني يوم يجيبوا طائراتهم ويجيبوا أسلحتهم ومعداتهم ويقدروا يبنوا قاعدة، فيش واحد يقدر يتكلم من أهل المنطقة ولا من المواطنين الموجودين في ذلك المكان. والثاني مهم جدا أن احنا لابد من تقوية صفنا الداخلي، لابد من تقوية الأجهزة اللي احنا نعتمد عليها. لما نتكلم الغرب نتكلم بكل ثقة، لما نبعث مسؤولين للغرب لابد أن نتكلم بكل ثقة، لابد أن نوفر المعلومة للصحافة الغربية إذا تأخذ المعلومات مباشرة أن هي ترسل مثلا صحفيين بتاعهم وينقلوا المعلومات، ينفذوا يبدو دافعوا عليك ينقلوا المعلومات عكس ما يتكلم عليك طرف الآخر. أنت تقول تجي تشوف قناة الحدث وتجي تشوف مسماري ليل نهار يضخ يقول لك هذيما اللي الإرهابيين، هذيما اللي كانوا في غوانتنامو، هذيما اللي كانوا في القاعدة، هذيما اللي. وبالتالي استخدام هذه العبارات هذه كثير الجانب الغربي وتسلط موقف ضدنا. أنت لما تجي تختار مثلا السفران تاعك كلهم سيئين وكلهم يخدموا ضدك، لما تجي تشوف مندوبك في الأمم المتحدة ما ياخذش موقف جيد عشان يوقف معاك وينقل رأيك، هذه أشياء لا بد التركيز عليها. أنا أنصح إخوتي الثوار أن هم لا بد أن يتماسكوا مع بعضهم، ولا بد أن يشاركوا في تشكيل كل الأجسام اللي الآن إن شاء الله بعد تمام القضاء إن شاء الله على 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 مصدر خطر من الرجم المغربي، لا بد أن هم يجهزوا أنفسهم ويعملوا ويشتغلوا بخطة علمية ويختاروا الناس كل إنسان في مكان مناسب. ما يهمش أنه يجي من مدينة سينا ومن مدينة فاس، المهم يكون الأكثر في هذه المدينة أنهم يختاروه في هذه الوظيفة. يعني حتى أحيانا ربما بعضهم يعني وإن كانوا أقلية بسيطة جدا اللي كانوا أثناء النظام السابق مثلا موجودين ممكن نقبلهم بحكم أنهم هم أثبتوا على الأقل عدم عداءهم للوطن في هذه المرحلة بتاع السبع أو ثمان سنوات اللي هي بعد الثورة، ولكن الناس الوطنيين بالإمكان استعانهم بهم، يعني ممكن حتى يكونوا مستشارين لهم. يعني ينبغي نحن نفكر جيدا في بناء وزارة دفاع فعلا يمكن الاعتماد عليها وعندها خطط، لابد من بناء جيش ان شاء الله في خلال الايام الجايه ان شاء الله حندير مقترح ان شاء الله مؤتمر علمي لبناء الجيش الليبي. كيف الجيش اللي احنا نقدر نعتمد عليه ليبيا؟ يعني الجيش المترهل هذا اللي يقود فيه حرب الغمسانه هذا يعتبر كارثه على الدوله الليبيه، قرارات عقيمه يختار في قرارات خطا، كل الخطط بتاعها. يعني انسان سبق فشله في تشاد زمان كم سنه في تشاد الى ان تم عثره، وبعدين نجي والله بعد 25 سنه ندير اعاده تدوير ونحط قائد الجيش الليبي. هذا مضحوك. يعني حتى تو قدام حتى العماله التشاديه اللي هنا موجودين في ليبيا لما يسمعونهم حاطين حتى القائد العام الجيش الليبي يضحكوا علينا، يقولوا معقول؟ يقولوا احنا شباب زينا اللي الميليشيات زمان مسكوه وداروا فيه اللي ما يندار وقضوا عليه وقضوا على قوته وعلى جيشه. لابد التفكير بتاعنا يكون منطقي، لابد ندرس التاريخ كويس، لابد نختار الشخصيات فعلا اللي تقود البلاد تكون
يكون ولاها للوطن 100%، ما يكونش ولاها للخارج. لابد لما مسؤول في اي دوله اوروبيه لابد يكون فعلا عنده ثقه في نفسه، ولابد انه يتكلم بقوه، لابد بعد يرجع لابد يجي يتكلم. نعم طيب عذرا على المقاطعة أستاذ جمال، فقط لو عد أيضا أستاذ محمد، ربما الآن التصريحات الأخيرة لهذا الناطق ناطق الزور والبهتان المدعو المسماري كأنه يبرر الهزائم التي تكبدوها، يقول أنهم أولا تعرضوا لخيانة، يقول هكذا، وأن الطيران الذي قصف الموقع بورشادة وأصابهم في مقتل يقول أنه إيطالي كان موليبيا يعني. والطيران اللي ضرب معسكر سحبان منذ حوالي 4 أيام حتى هو إيطالي، بس الباين حتى اللي ضرب المدينة مدرسة القدس حتى هو، واللي ضرب مزدة قاعدة الإمداد بتاع الرئيسية في مزدة إيطالي، واللي ضرب قاعدة الإمداد الخلفية اللي بعدها في القريات إيطالي، هذا طيران ليبي. هذا طبعا قال أكبر من ذلك، هو قال حتى وجدنا قوات أمريكية على الأرض. فهذا هذا مسيلمة حتى هذا يبرر إذن هو الهزائم، حجم الهزائم والأسرى الذي تحصل كل يوم. يعني أنا اليوم يوميا تبع فيها قناة الحدث، اليومين هم هو مش الحدث يطلع في قناة تانية توه، استنفذوا البنك الكذب عندهم ما عادش يقوم يكذب. نعم الحدث اسف مطلع اللي يطلع في قناة تانية. انا نتبع في الحدث هي قناتهم الرئيسية، فما عادش الباين عليهم حتى بيكذبوا، ما عادش يقوم يكذبوا، استنفذوا الكذب يعني. دخلوا مرحلة تصديق الكذب بتاعهم، هذه حالة نفسية غريبة جدا يعني. اعتقد ما عادش ينطبع، لكن هل تعطي انطباع الى ان بالفعل يعني واحد يقول على الان هو يبرر حجم الخسائر التي اصيبوا بها، فمثل هذه واحد يقول 128 اسير فضيحه في مره واحده، يقول انهم كانوا هذوما يتزردوا في غابه جدايم يعني، هذا يقولها انسان عاقل، هذا يقولها ضابط برتبه عميد ولا لواء عنده شرف عسكري، عيب يعني. لاحظ انت في الامريكان والاسرائيليين لما يفقدوا اسير مستعدين يضحوا حتى بعشر طائرات من اجل انقاذه، لان عندهم حياته وشرف الانسان افضل من من من, من حتى الانتصار. فهذا يعني 128 اسير يقول عليهم يزردوا في غابه جدايم، هل هذا بني ادم؟ هذا مجرد من الضمير، هذا ما ليش علاقه بالشرف العسكري اطلاقا، ولا بخلق عوض عن خلق المسلمين، لانه ما ليش علاقه به. فهذا الشيء من معدنه لا يستغرب يعني. هو هذا يدل ايضا على الاستهانه بكرامه الانسان يعني، حتى الجندي اللي يتبعهم ما عندهمش ولا ابدا يعني. ابدا يعني. ولا يطب. طيب هنا في هذه الحاله يعني ربما ايضا نعود الى البعد المحلي الان، مدى في نظرك كيف تتابع مدى التفاعل مع الحدث من قبل مؤسسات المجتمع، مدى من قبل الرأي العام؟ رأينا المظاهرات والحشود الغفيرة التي كانت في ميادين، ليس ميدان الشهداء في طرابلس فقط، أيضا في مصراتة وبقية المدن الغربية. صحيح، أولا هذه المظاهرات لم تدعو إليها الحكومة، دعا إليها الشعب، دعت المنابر العامة والمساجد هي التي دعت لهذه المظاهرات ووسائل التواصل الاجتماعي. الحكومة لا دور لها فيها على الإطلاق، يعني مظاهرات شعبية عفوية 100%. كان ينقصها شوية نظام وتثبيت الشعارات والحركة، ولكن أعتقد لو ديروا الجمعة الجاية حتكون أفضل إن شاء الله. هذه ناحية. ناحية ثانية، نحن نعاني مشكلة مع سلطة الأمر الواقع من البداية. الآن صحيح أن الآن دخلت في الجوقة متاع الكفاح، ولكنها تدخل بلا رؤية. أنا أنصحهم الآن، لأن هم أمام محك الآن، إما أن نكون أو أن نكون، أنهم يتصرفوا بعقل جماعي، أنهم هم يعدلوا في تشكيلة الحكومة، أنهم هم يشكلوا مجلس استشاري مرجعي لهم، في خبراء من الأمن والدفاع وخبراء من المال والاقتصاد، هؤلاء لأن هذا هو الرباعي المهم جدا جدا، أن يعيدوا تنظيم جهاز المخابرات العامة، لأن دولة من غير مخابرات عامة لا فائدة منها إطلاق، أن يعيدوا تنظيم جهاز المبعوث العامة، أن يعيدوا النظر في جهاز الاستخبارات العسكرية، حفتر من
من حوالي 6 شهور وهو يعد لهذا الهجوم، وخلاياها موجودة وآلياتها يعني قرب تخشط حتى في الأرض الخضراء، وهذه الأجهزة لم تقدم تقرير واحد عن أي خلية منهم. كيف هذا الآن ما ذكره أستاذ جمال قضية التهريب المدرعات والآليات عن طريق القرابولي من القرابولي من فترة طويلة؟ يعني أين الاستخبارات العسكرية؟ لا توجد أي مخابرات. أين المخابرات العامة؟ أين المبحث العامة؟ لمن الحكومة تدفع في المرتبات لألاف الضباط؟ أنا هذا سؤال مهم جدا. الشيء الآخر أن ينشئ كما قلت لك مجلس استشاري مرجعي يرجعون له في مثل هذه الظروف، لأن هذه الحكومة من 3 سنوات لا تملك رؤية الخروج من المأزق. هذه الحكومة جيء بها، لم تأتي عن طريق انتخاب الشعب، لا تخضع لأي رقابة شرعية، كان حريا بهم أن يرجعوا إلى أهل الحل والعقد في مسائل الأمن، في مسائل الدفاع، في مسائل حتى لو موجودوش خبراء محليين يستطيعوا إخوانهم العرب والمسلمين شو حيبخل عليهم. لم يفعلوا ذلك، لأن هم في المحك، لأن دماء أولادنا هذوما كلهم توار الحقيقة، وما هوش جيش نظامي، خلينا نقول الحقيقة. ولكن احنا نقول هذا لأنهم الآن بارك الله فيهم التوار خضعوا لسلطة الحكومة وخضعوا لرئاسة أركان الجيش، هذه تحمد لهم. ولكن الآن نرجو من هذه الحكومة، من سلطة الأمر الواقع التي تحكمنا الآن، أن تبدأ في وضع رؤية. الآن هم في المحك، أسلوبهم في الخطاب على المستوى الدولي غير مقبول. وزير خارجيتهم لليوم يقول أمام مجلس الأمن، يقول نطلب مجلس الأمن أن يرد قوات حفتر إلى الأماكن التي كانت منها، وكأنه يعترف بأن الأماكن اللي كان فيها حفتر هي شرعية بناء استيلاء عليها شرعي. هذا يجب أن يغادر، حتى الرجم يغادر ليبيا، هذا المجرم الأفاق، هذا العميل، كيف نعترف به نحن؟ من الذي أوصله إلى الجفرة وأوصله إلى تمن هنتو وسبها وأصبح وحقل الشرارة ويهاجم فينا؟ لماذا لم يطر المجتمع الدولي هنا أن نرجوهم من أجل هذا الوطن الجريح أن يعيدوا النظر في سياستهم، أن يستشيروا أهل الحل والعقد لبناء رؤية للخروج من هذه المأزق، أن ينظموا الخطاب العام على المستوى المحلي والمستوى الدولي، نرجوه ما رجاء. نعم. طيب أستاذ جمال، ربما أيضا على مستوى توثيق جرائم الحرب، ذكر الناطق باسم الحكومة أنه تم توثيق جميع جرائم ميليشيات حفتر وستتخذ ضدها الإجراءات القانونية محليا ودوليا، وأيضا صدر بيان اليوم عن مجلس الرئاسي أشار إلى هذه النقطة، وهي تكرار جرائم الحرب التي يقوم بها حفتر من قصف المدارس وقصف معسكر أو مركز الاعتقال للهجرة غير الشرعية وغير ذلك من المواطن والمواقع التي يقتضها مدنيون. يعني كيف ترى مثل هذا الملف وهو ملف جرائم الحرب؟ والله هذا طبعا لا شك أنه مهم جدا، هذا ينبغي، هذا لو احنا كنا المفروض مستعدين من الأول بوجود صحافة غربية، لأن الصحافة الغربية دي تساعد حتى كتابة التاريخ، لما تتوثق إيش الأحداث اللي حدثت، التاريخ لابد أن يكتب، إذا أنت لم تشارك فيه سيقوم به غيرك بالكتابة عليه. يعني إحنا كثير من الأحداث في ليبيا وتم النجو فيها، وهي حقيقة كانت غير حقية باعتبار أنه ما كانش فيه طرف محايد من ينقل هذه المعلومات. إذا كانوا الأشياء هذه إحنا موجودين عندنا صحافة غربية موجودة مستعدين يمشوا، البعض يقول لك لا والله هذا ما خطر عليهم، إحنا نشوف فين في 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 وسط الحروب في أفغانستان، في العراق، في اليمن، في سوريا، وحتى زمان لما كانوا يجون هنا كانوا في وسط المعارك. هو هذا الشركات بتاعهم والقنوات بتاعهم تدفع مبالغ عالية، يدفع عليهم تأمين عالي انهم حتى لو بعثوا يعتبر هذا امر طبيعي. عند زمان 2 من صحفي امريكي وصحفي بريطاني اللي ماتوا في 2011 في مصراتة زمان، ويعتبروا امر طبيعي. انا واحد من الناس مشيت شاركت في العزاء فيه اللي عند وصلته وشاركت في دفنه، باعتبارنا هذه شيء يعتبر شيء طبيعي جدا. في تخصص ما تخصص المراسلين الحربيين، المفروض احنا حدا وزارة الدفاع المفروض تتبع هذا العنصر، ان هي تدرب شباب يكونوا مراسلين حربيين، المفروض
عند المؤسسات الحقوقيه تكون تتعاون مع كثير المؤسسات اللي ممكن تعطيها حتى عمليه الدعم اللوجستي وممكن حتى شويه دعم مادي، يتعلموا عمليه التوثيق كيف يوثقوا هذه الجرائم، كيف يشوفوا المتضررين، كيف يصوروا. شفنا في يعني في صفحات التواصل الاجتماعي بعض العائلات اللي اطلقت عليهم العصابات حفتر لما يتم ابعادهم من مكان معين يرموا عشوائي. كثير من العائلات اللي ماتوا اطفالهم اسره كامله يطيح عليهم صاروخ يدمر. هذا المفروض يكون فيه مؤسسات حقوقيه وطنيه بالتعاون مع مؤسسات حقوقيه اجنبيه، وحتى ممكن يدعوهم في مثل هذه الظروف ويوثقوا. واللي يشتغل الان احنا الان ممكن نعاني من مشكله وجود حكومه ترامب الان اللي هي منعت المحكمه الجنائيه الدوليه انها تحاسب اي مواطن امريكي. حفتر طبعا استفاد من هذه النقطه باعتبار انه هو واولاده مواطنين امريكان، وبالتالي لم يقطع تقع عليهم محاكمه، ولكن على الاقل احنا نجهز للملفات يجي يوم ان شاء الله ستتم محاكمتهم او على الاقل يتم محاكمتهم حتى تاريخيا. في كثير من المحاكم موجوده في امريكا في فرنسا في مثلا في بريطانيا في كثير من الدول ممكن ترفع ضدهم قضايا هدم، وممكن يرفعوا قضايا محكمه الجنائيه الدوليه، ممكن تتعرض للضغط الامريكي ممكن من جون بولتون وغيره في الاستشاره القومي الامريكي. ولكن في المحاكم الاخرى وكثير من الاخوه الليبيين اللي موجودين في الخارج يقوموا بهذا الدور ودور رائع جدا ونشكروا عليه، ولكن طبعا محتاجين دعم سواء كان من هنا من خلال المؤسسات المشاركين. نتمنى من وزاره الثقافه هنا عندنا انها تقدم بعض الدعم لهؤلاء الشباب ان هم يتعلموا ان هم ياخذوا دورات ان هم يوفروا لهم شويه امكانيات احيانا يعطوهم سياره باش حتى يتحركوا ممكن بعض المصروفات التسييريه. هذه اشياء مهمه جدا تحمي بلادنا تحمي حتى ثقافه تعبنا تحمي تبين للعالم ان راهو الليبيين وخاصه بالذات في المنطقه الغربيه الان ان هم وقعوا تحت هجمه سعوديه اماراتيه لعينه بالتعاون مع فرنسا وكثير من الدول الاخرى. هذه اشياء مهمه جدا لابد ان نفضح. يعني انت لو نجي نشوف في ليبيا ممكن حوالي 100 قناه لتبث يوميا على مدار الساعه وشيوخ سعوديين يتكلموا فيها. هذا يعني شيء مخشي يا جماعه. معقوله دوله ممكن فيها اكثر من مليون حافظ معقوله شيوخ سعوديين يقولوا في خلاص في كتاب حتى ممكن مش مفهوم عندنا على مدار الساعه يبثوا راديوات ندعو الثوار ان هم يبثوا على هذه الراديوات لابد ان يقفلوها. خلوا شيوخنا هم اللي يتكلموا الليبيين. احنا عندنا ما شاء الله عندنا دار الافتاء بامكانها الشيخ الصادق حفظه الله بشهاده السعوديين نفسهم يقولوا يعتبر مرجع في 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 المذهب المالكي. يجيبوا لنا في افكار بغيضه من افكار اخرى. طول اليوم مثلا الناس الان شباب موجودين في الجبهات وموجودين في المظاهرات وحاولوا اخرين في الدعم اللوجستي وهذا من جهه يتكلمون والله على الحياه وعلى النفاس وعلى الكلام اللي ماليش اي علاقه بالوضع الحالي. كلهم شيوخ من ناشط المستشار طول اليوم يعاودوا لنا في كلام قال الشيخ انظر منه وقال الشيخ انظر منه ومش عارف وكلام فاضي. يعني اسئله حتى اسئله شيوخ الناس مواطنين يحولوا فيها لشيوخ سعوديين هم اللي جاوبوا عليها. هذا امر مخجل لابد يتكلموا عليه. لابد من القضاء ولابد من ابعاد الوجوه البشعه هذه اللي موجوده في الان لتفرض على اداره الاوقاف. هو فضح عمر الحمد لله وغربان فبراير فضح انه هو اعلن من اول يوم اعلن فيه حفتر الحرب انتهى انضم معه لكي يفضح الله سبحانه وتعالى. ويجب ان شبابنا وثوارنا والمخلصين الوطنيين لم يذهبوا الى هذه المؤسسات وينظفوا هذه القنوات الراديو اللي بثت العفن الوهابي في 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 بلداننا وبين شبابنا وجعلوا عقولهم مسخه ان هم يتبعوا في هؤلاء الاوباس. يعني يد انسان يدعي بانه خادم الحرمين الشريفين ويعلن والله الحرب ويدعم واحد مجرم حرب زي حفتر ان هو يدمر. يعني هل هناك اسوء من هيك؟ هل هذا دين؟ هم يعني هل معقوله يطلع المخ يقول لك والله امامكم ولامركم خليفه حفتر؟ يعني هل معقوله في انسان عاقل؟ يعني الشيخ وصل 90 سنه لانه هو ضابط مخابراتي يبث في السمو بتاعه ضد بلادنا. طيب. لشوه
نعم. طيب أعود إليك أستاذ محمد النعاس، ربما الآن في دقائق لو نستعرض الموقف الاستراتيجي لأسير تشاد حفتر. نعم طبعا الاستراتيجي على المستوى الدولي علمنا أنه الآن وضعه مخلخل جدا جدا، أما على المستوى الميداني خلال 5 سنوات الماضية كان يقول نحن هدفنا الاستراتيجي هو السيطرة على عاصمة طرابلس وحكم ليبيا، وكان حتى رئيس حكومته التنية أكثر مرة يقول أن جيشنا على، كان تفكر فيها يعني في 2014-2015، يقول جيشنا الآن على تخوم طرابلس، تخوم فلسطين. نعم نعم. فالآن يعني هدف الاستراتيجي تعرقل. نعم. تعرقل على المستوى العملياتي، لأن في مستويات الصراع العسكري في الميدان 3 مستويات، المستوى الاستراتيجي والمستوى التكتيكي والمستوى العملياتي. اللي تشوف فيه الآن هذا كله هو ماهوش معركة حقيقية. نعم. هذا مستوى عملياتي، اللي هي العملياتي هي جميع الأعمال التي تكون توطئة للمعركة الرئيسية، اللي هي اقتحام مثلا بالنسبة لنا المعركة الرئيسية بتاعنا هو اقتحام غريان. نعم. ما عندناش حل ثاني. أو الاصطدام معه في مسرح العمليات في الجفارة إذا كان زلطة. ولذلك العمليات كلها الآن كلها مستوى عملياتي. على المستوى هو التكتيكي يحاول يهجم، لكن كل هجماته صدت الآن، قواته في وضع معنوي مضروب، وكذلك المستوى خطوط إمداده كلها تحت طائلة الطيران، ومفارزنا المنتشرة في كل مكان وتعترض في قوافله، يعاني أزمة وقود. إذن هو على المستوى التكتيكي فاشل، والمستوى الاستراتيجي اللي هو الوصول إلى طرابلس الآن بعد عليها زي ما يقول بعد الحصان على فزان واحد زي كيف يعني. لا لكن في هناك موضوع نريد أن نشيله حفتر، يعني لعلنا نخصص حصة مستقبلا لمفهوم الصراع في ليبيا، ما هي أطرافه، ما الذي يحركه، وما هي أهدافه. حفتر هو أداة لإطالة أمد الصراع في ليبيا. عندما قرروا الالتفاف على حكم المحكمة العليا أخذوا قرار أن قيام الدولة ومرحلة الانتقال من الثورة إلى الدولة ما زال مش مقررناش إحنا الأطراف المهمين على الملف، يعني أمريكا وبريطانيا وفرنسا بالفقش. فهمتوا؟ جابوا الأداة هذا لماذا؟ لكي يطيل أمد الصراع. عطلوا مؤسسات الدولة، وعطلوا المؤتمر الوطني العام، وكذلك أيدوا برلمان طبرق والحكومة التابعة له فترة، ثم سحبوا منهم البساط وكلها مناورات لإطالة أمد الصراع، وأخرجوا هذا الحقير الذي هو أحقر عميل على وجه الأرض، هذا حفتر، لإطالة أمد الصراع. استطاعوا أن يطولوا به أمد الصراع 4 سنوات أخرى. الآن قال عنه أحد الساسة يعني فيما قرأته في الصحف اليوم، قال حفتر لا يريد أن يكون جزءا من الحل، هم استخدموه كأداة لإطالة أمد الصراع، ويبوه يكون جزء من الحل، يعني في النهاية على الأقل قول استرنا شوية بنديروا حكومة وتكون جزء منها. قال لك ولكن يريد أن يكون هو الحل، هو خش محل طغيان. الآن لابد من استبداله. من هو البديل؟ هذا ما يجب يشتغل علينا يشتغل عليه عقلنا التحليلي. نعم. والتفكيكي في المستقبل إن شاء الله. نعم. يعني هذا طيب في موضوع في سؤال مهم يعني يحتاج إجابة. نعم لعل الأيام حبلى بهذه الإجابة. نشكرك أستاذ محمد النعاس خبير الاستراتيجي والعسكري، كما نشكرك أيضا أستاذ جمال زوبية المحلل السياسي، كنت معنا في هذه التغطية، كما نشكركم الأخوة المشاهدون أطيب متابعتكم، وإلى اللقاء، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We'll be right back.